تحت شعار أسرتنا قد التحدي بيتم تنظيم دوري الأسر المصرية في الدقهلية. الدوري بيستهدف تشجيع الأسرة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ومنافسة كده بين أفراد الأسرة، ووصلت التصفيات بين 60 أسرة، وده عدد كبير بالمناسبة طبعا. لما يكون في 60 أسرة مشاركين في هذا الدوري. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون كابتن شيماء الحسيني، منسق دوري الأسر المصرية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل. صباح الفل، ازاي حضراتكم؟ يا اهلا بيكي. الحمد لله كله تمام. عايزين نتعرف منك في البدايه، فكره مين دي، فكره دوري الاسره المصريه؟ اولا بشكر حضراتكم ومعدين البرنامج ان هي اتاحت الفرصه لينا ان احنا نشرح ايه هي فكره الاسر الرياضيه. اولا المسؤول على تنفيذ الاسر الرياضيه هي وزاره الشباب والرياضه، والاداره المعنيه بكده هي الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات مصر. فكرة المشروع وهدفه ان احنا بنشجع الرياضة للجميع، بنقول للأسرة المصرية العبوا رياضة، عندكم برامج ترفيهية وترويحية بنقدمها ليكم، اخرجوا من ضغوطات الحياة والشغل والمدرسة والعبوا رياضة. ان احنا كمان بنشجعهم ان احنا يكون في ترابط وعلاقات اسريه ما بين الاسر اللي بتنافس بعضيها. ده جانب مهم. طبعا بنقدم لهم كمان خدمات رياضيه، وبناكد ان احنا لازم دور الاسره المصريه لازم يكون متجه ان الابناء لازم تمارس رياضه وتداوم عليها كمان. المشروع مطبق او منفذ على 23 محافظه على مستوى محافظات مصر. الأسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين، الأعمار السنية بتتراوح أعمار السنية للأبناء من 12 سنة ل 15 سنة. بنقدم لهم أسئلة ثقافية، ألعاب ترفيهية، برامج ترويحية، وبنطلع أول وثاني وثالث من كل محافظة، وبيطلعوا اللقاء الختامي إن شاء الله في كفر الشيخ، وبيكتبوا جوائز مالية. استاذة شيماء، احنا بس عايزين نتعرف على انواع الرياضات اللي هم بيلعبوها. يعني احنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشه كان في كره قدم من شويه، في كره يد تقريبا. هي العاب ترويحيه زي العاب تيلي ماتش، مش العاب رياضيه قدم وهاند بول والكلام ده، لا هي العاب ترفيهيه. يعني مثلا زي اكس او بالشكل، الفريق اللي الاسره اللي تكون الفريق الاول اللي يكون الثلاث حروف يبقى هو الكسبان. طيب المسابقه دي بتحصل بين افراد الاسره الواحده، يعني مثلا اسره من خمس ست افراد، الاخوات مثلا والاب والام هم بينافسوا بعض، مش بينافسوا اسر ثانيه. بينافسوا؟ لا، الاسره كامله بتنافس اسر ثانيه. الاسره فهمت. مكونه من اربع افراد، اب وام وطفلين، اعمار السنيه من 12 ل 15، بيتداروا مع اسر ثانيه. وبيحصل لقاء مجمع في شرم الشيخ، الاسر المصريه كلها بتتبارى مع بعض في روح يسود الالفه وجو يسود الالفه والتعاون، وبنطلع من الاول للعاشر، وبياخدوا مبالغ ماليه كبيرة جدا. جميل. طيب احنا عندنا 60 أسرة، ازاي بيتم اختيارهم؟ تمام، احنا بنعمل الأول مجرد إعلان بسيط على مواقع والمراكز الإعلامية بتاعتنا، بنقول فيه الشروط المفروض إن الأسرة وبنشرح فيها فكرة المشروع بإيجاز، وبالتالي في لينك. طيب قبل ما تكملي بس في موضوع اللينك ده، هل في شروط تانية غير انه يكون عدد افراد الاسره اربعه، اب وام وطفلين من 12 ل 15 سنه؟ بالظبط. هل في شروط تانية؟ في حاله ان الاسره مثلا لو عندها طفل واحد، من حقها ان هي تستعين بطفل تاني من نفس العائله للمشاركه فيها، مشاركه معانا وكده. تمام. وبعد كده؟ وبعد كده بيتم التصفيات على مرحلتين، تصفية ما قبل النهائي والتصفية بعد النهائي، وبنطلع من كل محافظة أول وتاني وتالت بيشاركوا في اللقاء الختامي بشرم الشيخ جنوب سيناء، وبنطلع من الأول للعاشر على مستوى جميع المحافظات اللي قلت لحضرتك، ال 23 محافظة اللي مشاركة معانا. في مواعيد معينة للدوري اللي حضراتكم بتعملوه؟ يعني هل في مثلا يعني المرحلة اللي احنا شغالين فيها من 15/5 لحد 25 لحد 15/6، دي الفترة التنفيذية اللي احنا بننفذ فيها التصفيات.
طيب جزء من الموضوع مهم برضو حضرتك ذكرتيه من شوية، اللي بجانب الألعاب الترفيهية زي ما حضرتك قلتي في أسئلة ثقافية، إيه طبيعة الأسئلة الثقافية وإزاي بتتنوع عشان تناسب الأفراد الأسرة؟ يعني الأسئلة اللي هتوجه للطفل غير اللي هتوجه للأب والأم. بالضبط بالضبط، هما الأسئلة الثقافية بتبقى في جميع المجالات، أسئلة علمية، أسئلة رياضية، أسئلة في جميع المجالات، بحيث ان احنا نراعي ان هي تناسب الاعمار السنيه للاولاد وتناسب كمان العمر السني للوالد او الام اللي مشاركين معاه. عظيم، يعني كل التوفيق للاسر اللي شاركت في المسابقه، وبصراحه هو حاجه حلوه قوي ان انتوا تعملوا دوري للاسر المصريه تشجعوهم فيها على الرياضه. يعني زي ما احنا شايفين معانا على الشاشه دلوقتي كلهم بيمارسوا الرياضه وشايفين يعني تفاعل كده كبير من الاسر، فمشاركه 60 اسره ده رقم كبير جدا. كل التوفيق ليكم، نشكركم على المبادره الحلوه دي. كابتن شيماء الحسيني منسق دوري الاسر المصريه. جميل كمان في الموضوع يا بسنت زي ما هي قالت انه هيكون في لقاءات بتجمع الأسر المصرية على هامش طبعا المشاركة في هذا الدوري، فهيتقابلوا وهيقعدوا ويكونوا صداقات جديدة. بالزبط. في جو أسري جميل كمان، يعني المبالغ المالية اللي بيدوها في الآخر للفريق الفايز دي حاجة تحفز الأسر تاني بقى ان هم يشاركوا، يلا ونلعب رياضة، دي حاجة حلوة بصراحة.